بهدفي مالكوم وسالم الدوسري مقابل هدف وحيد للنصر سجله ساديو ماني. انتهت قمة الهلال والنصر في كأس السوبر كأس الدرعية بتأهل الهلال للمباراة النهائية، وتابعوا إياكم أهداف المباراة. كرة ضاعت بجانب ساديو ماني، أقرب إلى سيرجي سافيتش، سافيتش 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 مرة بكرة جميلة خطيرة تسديدة. يا عيني على المتعة، يا عيني على الزعيم، متعة كروية هلالية. سيرج الكرة إلى مالكوم ثم سالم ثم نيفيز، لمسات في وسط الميدان، محاولة على جهة اليمين تصل إلى ميشيل، محاولة بكرة عرضية خطيرة لمالكوم بالرأس، والثاني الثاني للزعيم مالكوم. مالكوم 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 جولاث يا مالكوم، الهدف الهلالي الثاني عن طريق مالكوم. كانت توحي بذلك، كانت توحي بذلك هذه الدقائق أن الهلال قادر على أن يسجل الثاني في أي لحظة. الخطر كان يأتي من كل الأماكن، الهجوم من الأجنحة، من العمق، من كل الأماكن في الهلال، والنهاية كانت لمالكوم بعد عرضية ميشيل. الآن في بطولة السوبر، هذه كرة خطيرة، محاولة باتجاه عبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء، لكن ريفيز ولمسة باتجاه ماني، كرة هدف لساديو ماني، هدف نصراوي في الدقيقة 99 قبل النهاية بدقيقة. شوف عبد الرحمن غريب لقد وصل متأخرا جدا جدا جدا، عبد الرحمن غريب وصل متأخرا إلى هذا الديربي، كان بجانب لويس.